خلدون، يبدو أن صعود نتنياهو إلى السلطة مجددا كان ثمنه تحقيق كل ما طمح إليه اليمين المتطرف الإسرائيلي منذ عقود. هل بات ضم الضفة الغربية أمرا واقعا حقيقيا لا مفر منه في فلسطين؟ يبدو ذلك حتى لو لم يكن بقرار رسمي أو بصيغة قانونية إسرائيلية، مجرد وضع بتسليل سموتريتش وهو سيتولى وزارة المالية بصلاحيات هي تخص وزير الدفاع الإسرائيلي، وطبعا الحديث عن الإشراف على الإدارة المدنية وعلى تعيين رئيسها وعلى الإشراف على ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتعيين مستشارين مدنيين بدل المستشارين العسكريين والذين يخضعون للقانون العسكري في الضفة، ربما الإتيان بمستوطنين ليكونوا مستشارين له في الإدارة المدنية. كل هذه في النهاية ستؤدي إلى الضم الفعلي حتى لو لم يكن بقرار، لكن في الصهيونية الدينية يسعون إلى أن يكون ذلك بقرار رسمي وبصيغة قانونية تفرض القانون المدني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة. طيب أستاذ خلدون، وبالمعنى العملي أيضا، ما الذي تعنيه عملية ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيطرة عليها؟ ما الذي تعنيه أيضا بالنسبة للفلسطينيين هناك؟ وهل فعلا هذه الحكومة قادرة على ذلك عمليا؟ الآن قدرة الحكومة تعتمد على الطريقة التي سيدير بها نتنياهو هذه الحكومة. نتنياهو عندما لم يحدث ما كان يتوقع من فوز للجمهوريين في مجلسي الكونغرس، طلب من شركائه في الصهيونية الدينية تحديدا عامين من السياسة المعتدلة، لأنه لا يريد الصدام العنيف مع الإدارة الأمريكية، لكن يبدو أن الصهيونية الدينية لا يعنيها ذلك. وشاهدنا كم القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني بدءا من إعدام الأسرى وصولا إلى إعادة قوانين مثلا مثل قانون الانفصال الذي سن فترة شارون وبموجبه خرجت إسرائيل من قطاع غزة وفككت مستوطنات شمال الضفة. الآن هم يريدون العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة. خلال أول 60 يوم ستتم شرعنة 60 بؤرة استيطانية من التي تسمى بؤر غير شرعية، علما أن كل المستوطنات في الضفة غير شرعية. خلال 18 شهرا ستتم شرعنة كافة البؤر الاستيطانية وتخصيص 180 مليون شيكل لتوفير البنى التحتية لها. كم القوانين المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعني فعليا القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية؟ نتنياهو يدرك صعوبة ذلك، لكنه أيضا غير قادر ربما على مواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي. وجود هؤلاء بالنسبة له أمر وجودي، بمعنى مستقبله السياسي والشخصي مهدد بمحاكمة ربما يكون حبل النجاة له منها هو الشراكة مع الصهيونية الدينية تحديدا. نعم، يداه القويتان التي يعني يذكرهما مكبلتان بما يريده شركائه في الائتلاف. ولكن يعني إلى أي مدى سيد خلدون باستطاعة نتنياهو أن يتجاهل الإرادة الدولية فيما يتعلق بعملية السلام والسنوات الطويلة التي تم العمل عليها وفرض فكرة حل الدولتين المقبولة دوليا والتي كانت أيضا أساس لكل اتفاقيات التطبيع التي قامت أخيرا؟ هل باستطاعة نتنياهو أن يضرب بكل ذلك عرض الحائط؟ عمليا إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل ما يتعلق بعملية السلام حتى قبل نتنياهو، منذ أن فشلت مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 عندما كان إيهود باراك من حزب العمل يقود الحكومة الإسرائيلية، وكل من تلاه من رؤساء حكومات لم يعني دفعوا باتجاه عكسي، باتجاه القضاء على أي إمكانية للتوصل لحل مع الفلسطينيين يقوم على أساس حل الدولتين ضمن حدود عام 1967 بما فيها القدس بالطبع. نتنياهو سبق له أن اصطدم مع المجتمع الدولي واصطدم حتى مع الإدارة الأمريكية في أيام رئاسة باراك أوباما، لدرجة أن أوباما وافق أو ربما ساهم في تمرير قرار 3334
أو 2 3 4 في مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان، وأدى ذلك طبعا إلى تصعيد في العلاقة بين نتنياهو وبين إدارة أوباما، حتى جاءت إدارة ترامب وانصاعت لنتنياهو في كل ما يرغب. صعوبة موقف نتنياهو أن شركائه في الائتلاف الحكومي الحالي وتحديدا بتسليل سموتريتش وبن غفير أنهما قبل الدخول في الحكومة حصل على المناصب والأدوات والصلاحيات التي يحتاجونها ضمن اتفاقيات موقعة مع نتنياهو، وهذا لم يحدث ربما في السابق مع في ائتلافات أخرى. كان نتنياهو هو سيد هذه الحكومة، الآن القرار أيضا بات مرهون ببقاء هؤلاء، بالنسبة له بقاؤهم يعني بقاءه في الحياة السياسية وعلى المستوى الشخصي في محاكمته. لذلك من الصعب توقع سلوك نتنياهو في الفترة المقبلة. حتى الآن هو رضخ تماما أو انبطح تماما لمطالب الصهيونية الدينية، وربما سلوكه في الحكومة وحاجته له للبقاء في هذه الحكومة قد تدفع على لقبول كل ما يطالب به وما يسعى لتشريعه هؤلاء في من قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني. شكرا جزيلا لك سيد خلدون البرغوث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله.